حزن وانطواء برج الحوت، وما بقاش عنده ثقة في حد. الحالات اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز يرجع، في حالات فيها انفصال في كتير منكم مش عايز يرجع خلاص. انت خدت قرار بالبعد وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان طاقات ترابية، في طاقات ترابية ظهرت، في حد اتعرض للخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني، بس انا شايفة كارت العدالة طلع لك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك، هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافكارك بالذات من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وبتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها، وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد غير لما تكون حللت الموقف كويس، وهتربط ده تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحدس عندك، لأن انت يا برج الحوت يعني بتقدر عندك، هقولك ايه، الحدس عندك عالي، يعني اغلب تحليلاتك وتوقعاتك بتكون صح. اهو انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة في علاقات اتقفل فيها الاتصال تماما، ممكن من ناحيتك او من ناحية الطرف التاني، علاقات حصل فيها خذلان، محدش عايز يسمع، يعني محدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها وحصل فيها سحر تفريق، حاول يا برج الحوت تبطل السحر، لا يعني بالطرق الشرعية طبعا، لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتوا بتحبوا بعض جدا، انت والشريك بتحبوا بعض جدا، والمانع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما رحتش لإبطال السحر ده ممكن العلاقة تتهد على الآخر. انا على فكرة اغلب الابراج اللي تقريبا اللي انا شفتها في الشهر ده في سحر. يعني حاولوا تلجأوا لربنا في الفترة دي، ابطلوا السحر بالطرق الشرعية، اخراج الصداقات ضروري، ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم تدوروا على طريقة لإبطال السحر. شايفة كمان لكتير من مواليد برج الحوت في عندكم قريب في لقاء عاطفي، لقاء عاطفي جميل جدا يعني، وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين والمنفصلين. يعني في يعني لو المنفصلين هيكون في رجوع ان شاء الله، وبلقاء عاطفي حلو قوي 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 بإذن الله. يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيبه يا رب. لاني شايفاك يا برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجوزين هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر، هيحاولوا لو في مشاكل يحلوها ما يخلوهاش تأثر على العلاقة، والشريك كمان هي يعني هي هيساعدك في ده، لأن الحب متبادل. وشايفة كتير من المنفصلين في عنده حنين قوي عندهم سواء منهم أو من الشريك، فيعني فبالتالي هيكون في لقاء حلو جدا. يعني الحنين اللي عند المنفصلين هو من الناحيتين. بس يا جماعة اللي فيه سحر، لأني شايفة فيه سحر تفريق، فيه سحر تفريق، فيه سحر تفريق، السحر ده تحاولوا تبطلوه. فيها تلاقوا حلول،
يعني في هتلاقوا حلول لاسترجاع العلاقة وبشكل أفضل إن شاء الله. يعني مش هترجع زي ما كانت، هترجع أحسن مما كانت. أما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل، أو يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا إن هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه، أو ده الشخص المناسب اللي عايز يكمل معاه حياته. وفي كل الحالات، في كل الحالات اللي أنا اتكلمت عنها، هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب سعيدة عليكم يا مواليد برج الحوت. طيب المنفصلين تاني أهو يا برج الحوت، أنت محتاج في الفترة دي تشغل دماغك مع الشريك، لأني شايفة في علاقات، شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية، بالرغم إن في حب وفي علاقات ممكن وصلت لطلاق. في طرف سمع لكلام أو سمح لتدخلات، وللأسف ده أثر تأثير كبير على العلاقة دي. الطرف ده يعني شايفة في طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات، حصل تشتيت في الأفكار عند الطرف اللي سمح بكده، عنده تشتيت في تفكيره وفي العاطفة وفي كل القرارات، يعني اللي ناتجة تحت تأثير الضغط ده مش هتكون صحيحة، سواء انت او الطرف التاني مش هتكون صحيحة بالمرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الأفكار بسبب تدخلات وكلام ناس تانية انتوا سمحتوا ليهم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني، يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحايل، تتحايل بس حيل سليمة، وده طبعا مش عيب ما انت تكون عايز ترجع العلاقة بتاعتك تاني. عايزة اطمن مواليد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو في كتير تواصل عاطفي، يعني شايفة تواصل، تواصل فيه عندكو كتير جدا، تواصل عاطفي وعملي كمان. وعلى فكرة في تغيرات كتير للأحسن، ده هيكون بسعيك وترتيب أفكارك، بس حبيت أعرفك إن الفرصة متاحة في الفترة دي، فرصة متاحة في الفترة دي بإنك تركز وترتب أفكارك كويس جدا عشان تحقق اللي أنا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. أما المنفصلين في فترة النص الأول من مايو، لازم تخلي بالك بالذات الناس اللي عندها مسائل قضائية، لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي، تتجنب النزاعات اللي ممكن تخسرك. يعني بلاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها، نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك بأي حاجة، وحاول تفكر في حل المشكلة، بلاش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة وان احنا نفكر في حل للمشكلة. النزاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي، ده هيكون المقصود منها انك تخسر، انك تطلع خسران. غير انك فلكيا في الفترة دي يا برج الحوت هيكون عندك كواكب معاكسة شوية، بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعت النص الأول من مايو فلكيا عندك فيه كواكب معاكسة، بس هي مش هتطول. فأنا بما إني عرفتك، فأنت تحاول تسيطر على تصرفاتك وترتب أفكارك في الفترة دي. زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في ردود افعالك، لان اللي بنعمله هو يعني بيترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن، تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهور. في منكم عايز سفر، ممكن يتاح لي فرصة سفر في الفترة دي،
ان شاء الله اللي عايز سفر ممكن يتاح له فرصة سفر في الفترة دي. شايفة تعب كتير يا برج الحوت، تعب ومعاناة في الفترة اللي فاتت، بس قربت تنتهي، سواء مشاكل او علاقات انت قدمت فيها الكتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات دي سببت ليك تعب وبذلت فيها مجهود، بس شايفة في عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفيا مستقرة أكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة، يعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي أي اختلاف، أي اختلاف في العلاقة دي الحب هيلغيه. في منكم يا برج الحوت الحب ده هيكون جديد تماما، يعني منكم هيكون ومنكم هيكون الطرف الثاني معروف بالنسبة لك، بس العلاقة بينكم ما كانتش حب، هتتحول لحب متبادل، لكن في البداية مش هيكون في اعتراف من الطرفين. يعني في عندكم حب جديد خالص، حد داخل على حب جديد خالص ما كانش معروف بالنسبة له، وفي هيكون في علاقة حب لطرف انت تعرفه بس العلاقة ما كانتش حب، وهتتحول لحب منك ومن الطرف التاني، بس مش هتعترفوا لبعض في البداية. برج الحوت يعني انا عارفة ان انتوا يعني من فترة كبيرة انتوا تعبانين جدا، وكتير منكم حاسين بده لحد دلوقتي، يعني حاسين بالتعب ده لحد دلوقتي. بقول لكم تفائلوا خير تجدوه، او الذبذبات بتاعتكم بالصلاة والاستغفار، و يعني علشان اللي انا بقول عنه ده، يعني الفترة اللي جاية دي فيها حاجات كويسة كتير، بس لازم انت تقوي ده عندك، يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الطاقة عندكم يا جماعة، لان احيانا لما بلاقي الحد في حاجات كويسة جايله، ومثلا اسمع من حد يعني ان لا مثلا ما حصلتش، ففي يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين، بتقفل منافذ الطاقة فيه، ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة، لا افتح منافذ الطاقة عندك بالصلاة وبالاستغفار بالذكر، فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة، لان الفترة اللي جاية عندكم حلوة قوي، فيها حاجات حلوة جدا على المستوى العاطفي وفلكيا، كمان على المستوى المادي عندكم شوية حاجات حلوة كمان. لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن او الحاجات الايجابية، يعني يكون عندكم استقبال للحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. القراءة انتهت يا برج الحوت، شايفها قراءة إيجابية، شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين، وشايفة عندك نصر، وشايفة في علاقات حب جديدة لبعضكم، بس زي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك، لازم يتفك، لازم تبطلوه في الرؤية الشرعية، في البخور بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي حاجات عن تجربة، يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص السحر اتبطل، وسماع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق تشغلوها دايما، وان شاء الله ان شاء الله يتبطل السحر ده بإذن الله. في كمان حاجة ممكن أقولها لكم قريب، يعني أنا عاملاها مع حد، لو جابت معاها نتيجة، يعني مع واحدة إن جوزها مش هي وجوزها منفصلين، لو جابت معاها نتيجة إن شاء الله قريب هعلن عنها. هي إيه؟ هعلن لكم عنها كلها بإن انتوا تبتدوا تنفذوها، وهقول ان هي جابت نتيجة، لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة
غير لما اشوف النتيجة بتاعتها بعيني. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة، عشان هي تعبانة جدا برضو، هتجيب معاها نتيجة بإذن الله، وهبشركم قريب وتعملوها انتوا كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة حبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، والتفعيل الجرس واللايك، وهستنى التعليقات بتاعتكم ان شاء الله. شكرا للمتابعة، برج الحوت.